بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. حمى الله مصر والنادي الأهلي من الشامتين الحاسدين والبائسين التعساء. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين، الحلقة 832. يدعو في بدايتها المهندس عدلي من كل هؤلاء الشامتين التعساء البؤساء. مشهد يا أستاذ إبراهيم أصبح متدني مزعج، مش عايز أقول مرعب، بين فرجة الناس. هات لي حد غير الدوري المصري، الوطن العربي ينقل أو ينقل كل هذه المهاترات وهذا البؤس وهذا اليأس وهذا الحسد وهذه الشماتة وهذا الترويج لعكس الحقيقة وهذه المحاولات البائسة الوقيعة بين الأهلي وبين كل من يلاعبه في أي ملعب، خاصة في الشمال الإفريقي. مشهد هات لي، هل يصدر الرجاء والوداد المنافسة بهذه الصورة خارج المغرب؟ هل يصدر الترجي والنجم الساحلي والإفريقي والصفاقسي المنافسة خارج تونس بهذه الطريقة؟ هل يصدر أي في الجزائر الشبيبة كل المنافسين الذين يتنافسون؟ المنافسة موجودة وطبعا والقوة موجودة والاحترام موجود. لا، اللي عايز أقوله إيه، وأنت بتتنافس مؤكد أنت مش عايز اللي قدامك يكسب وهو مش عايزك تكسب، ولكن في حاجة اسمها كرامة ودجنتي ورفعة ورقي. تبقى أنت بتبقى عايز، بس مش بتلجأ لكل الأساليب المتدنية لطعن خصمك بكل الأسلحة المسمومة والغير مشروعة. عمال على بطال، احنا بقالنا 10 سنين ما بنلعبش فاينل يا استاذ ابراهيم، او خلينا في الست سنين الاخرانيين، دون محاولات مسمومه للتزييف، اللي مره بجوابات مزيفه، واللي مره يبلغ المنافسين رسائل خاطئه، واللي مره يستقبل المنافس بتاعك عشان يكتب بيان غريب. وما تنتهي مباراه الوداد والاهلي حتى تكتشف مدى التعاسة واليأس والبؤس. وصل بالبعض إلى درجة ما بقوش طايقين، يعني الإبي اعتذر للوداد. تعتذر يا راجل، اعتذر، اعتذر لنفسك، اعتذر لجماهيرك على اللي بيحصل. أنت مش في المشهد يا حبيبي، أنت مالكش دعوة بالمباراة، أنت ليه بتعتذر؟ وأنت مين عشان تعتذر؟ وبتعتذر عن إيه؟ وافرض إن حصل حاجة، أنت في الآخر داخل وطن اسمه مصر، انت بتشهر بجزء من ابناء بلدك فيما هو غير حقيقي. يعني ما فيش ملعب هتلعب فيه و70 80 الف مش هيتلاقي بعض الناس تهلل ضدك وتبقى ساخطه لعيبتك، وخصوصا ده على لعيبتك وعلى المنافس كل دون ما تجاوز ولا اعتداء ولا اذيه ولا، انما اللؤم قال يعني يا ولا اعتذر ايه ده؟ شوف بقى موقفه، هو كان من كام شهر بيكتب ايه؟ انا عارف ان انت مش عايزنا نوصل لدرجه اقول له طب شوف وشوف، هنسيبها للي هيعملها معانا بدون تدني. مش احنا يعني. لكن للاسف عمليه يائسه بائسه، ربنا يحمينا. وده بيفكرني في الصوره الاشمل، هو اصل هو تملي يقول لك العين تكره اللي احسن منها، واحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. احنا عايزين نوصل نفسني ونفسك في الملعب، واحس ساعات انك مظلوم وقول مالكش دعوه بيا، لان انت بعد شويه هتكتشف ان مفيش حد هيعيش هذا الجو طول عمره، والا يبقى تفرغ والتفت عن المنافسه الى الاستمتاع بالمظلوميه. ما لا يليق بمصر،
ان ده يبقى شكلنا، لدرجه جرأنا علينا بعض الاعلاميين ها الخارجين اللي عامل فيهم زملكاوي واللي عامل فيهم مش عارف ايه واللي عامل اهلاوي واللي عامل اسماعيلاوي واللي عامل، وهم طبعا كل الهموم انه يهز المشهد بتاعك. فتبص تلاقيه يبتدي يستخدم المصطلحات اللي بتتصدر له للطعن. هو النهارده في 4 أندية وصلوا الى المنافسات الافريقيه، اجتهدوا كلهم لكن في واحد كمل لحد الماتش الفاينل. ما يستحقش ما يلقاه مخرج مش راضي يذيع لك الحقيقه ولا يعيدها في بلدك. قضية في بلدك، في بلدك، مخرج في بلدك مش عايز يذيع لك الكلام ده ولا يعيده. انا بلعب، انا طرف، انا مش دعوه المخرج ده مين، انا عايز حقي يظهر على الشاشه. لكن يا استاذ ابراهيم، وانت قد سالتني قبل ان ادخل، طب والحل ايه؟ اقول لك الحل في جمله وبعدين نتكلم في تفاصيل. الحل يا اخوانا، هو احنا البطوله السنه اللي فاتت مش كانت من مباراه؟ نعتبر البطوله السنه دي من مباراه، ننسى خالص الماتش ده، يبقى قيمه مضافه في جيبنا، لكن ننساه، بس نتعلم من اللي عملناه السنه اللي فاتت. محدش يستدرجنا او نضع نفسنا في شوشره، ما نقعدش نتكلم بقى على اي سلبيات او مؤامرات او تحكيم رغم وجود كل هذا الذي نتحدث عنه، ولكنه بيشتتنا. عايزين كل واحد يتحمل مسؤولياته يا استاذ ابراهيم. نعزل اللعيبه بادارتها ولا نقدم لهم النصح؟ انت بتنصح ناس هي اللي عايشه، يعني ما يجي واحد يقول لك كان المفروض يخرج مين وينزل مش عارف مين، هو انت عارف ظروف اللي انت بتقوله ينزل ده؟ ما هو ده كان قال مع لعيب عندك ما نزلش ليه؟ في وجهه نظر فنيه عند الراجل. انما نقعد نتكلم، بص احنا بنقول الانديه لا تدار من المدرجات ولكن تتمتع بدعم المدرجات وتعمل من اجل المدرجات واسعاد المدرجات، دي مسؤوليتها. أيوة. والحساب يكون هنا، عرفت تسعد جماهيرك ولا لا؟ وايضا لا تدار من الاستديوهات يا استاذ ابراهيم. هنحترم ان انتوا بتعملوا برامج وفيها اعلانات وفيها جانب اقتصادي، قول اللي انت عايزه من غير ما ننظر ومن غير ما ندعي ان احنا نمتلك الحقيقه ومن غير ما نقعد نشتم ونهاجم المسؤول. اللي اي مسؤول في اي نادي يا استاذ ابراهيم هو عنده قدر من الشجاعه انه بيتحمل مسؤوليه، لان اسهل له يقعد ياخد فلوس اكتر في اي استوديو ينتقد اللي بيشتغل وبيشقى. قد يدركوا التوفيق وقد لا، وبعدين يبقى مصيره في ايد فار، في ايد حكم، في ايد الله اعلم توفيق. انت في النهايه تتابع كره قدم يا استاذ ابراهيم، بتحتمل كل النتائج وبتحتمل كل المفاجات. مين كان يقول ساعه ما الوداد اتعادل 0-0 مع 10 او 9 لعيبه من صن داونز انه فرصه تبقى يوصل النهائي، ويبقى بنتكلم انه حظوظه موجوده بقوه في النهائي؟ محدش كان يتخيل، لكنها كره القدم. اعمل اللي عليك، الناس عملت اللي عليها، ربنا وفقهم. انا عايز كده، عايز اما فرقتي تروح كل اللعيبه تبقى مش شايفه غير انها تعمل اللي عليها، والاجهزه الفنيه تبقى ما بتشتغلش تحت ضغط، لا عايزه ترضي حد ولا عايزه ترد على حد ولا عايزه تقنع حد هي ليه بتعمل كده ما بتعملش ليه كده. عايزين نحررهم من هذا الكلام. واداره نادي اخذت بالاسباب واتاحت كل ما تملكه من جانب اقتصادي وجانب اداري وخبرات ودعم معنوي عشان تحطه للفريق، وجماهير بتحب ناديها حتى النقاع والاخلاص. وهنا بقول خلينا كجماهير نروح بعيدا عن الفريق والاداره، مش عايزين منهم حاجه، عايزين بس نروح اعملوا اللي عليكم، عشان مشهد اللي حصل في البطوله اللي فاتت احنا ما احنا كناش في كامل
تركيزنا يا استاذ ابراهيم ولا كنا؟ لا صحيح ما كناش خالص. ما تقوليش عزلت الفرقه، لا خالص، لا لا لا، مجرد انك حاسس بالمظلوميه انت نقلت المظلوميه للفريق. لا يا سيدي، انا هلعب ماتش وهعتبر كل الظروف ضدي بس هعمل اللي عليا. عندها يكون التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. اعمل اللي عليك وسيب كل الظروف ضدك والعالم مش شايف. طب ما العالم السنه اللي فاتت اعترف بحقك وشوف ربنا لفت الامور وادالك حقك ورحت انت وانت اللي كملت للادوار المتقدمه في بطوله العالم للانديه. يعني انت كمان مش رحت، ده انت اللي كنت الاكثر توفيقا واستمرار. واستمرار. اعمل، جمهورنا هيبقى مع فرقته وبعيدا عنها، واستديوهات انا يعني انا اقدر اتكلم عليها وادعي ان انا اقدر طبعا يعني اتخيل. تقدر تحلف عني؟ احلف بالنيابه عنك ان احنا ده اللي هنعمله. اي مش هنقعد بقى نتكلم غير في هؤلاء البؤساء التعساء الشامتين الحاسدين الذين يزيفون الحقائق والذين يزرعون الفتن. ده بلاغ 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 والله لمن يهمه الامر. شوفوا الرساله اللي بتتصدر ايه، الحقوا واحنا معاكم بنعتذر لكم. يا شيخ يا شيخ خليك في نفسك، خليك في نفسك. اما اللي بيننا وبين الجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسودان، لا انت ما تقدرش يتقرب منه. صحيح. لان احنا عارفين ان لا كرة قدم ولا فن ولا ما فيش حاجة تقدر تبوظ علاقات بين شعوب جمعها الحب وضارب في جذور التاريخ. احنا اللي بيننا وبين، هنتكلم على اشقاء المغاربة اللي احنا دلوقتي الامر بيننا وبينهم. لا، دي ناس حبتك وحبت فنك ولما تروح تمشي في الشارع يقول لك احكي مصري، بنحب اللغه المصريه، ولما بيقول لك هنا بتبقى فرحان انك قابلت حد منهم، وتروح تنبهر بالحضاره وتروح تنبهر بالمعمار العربي الجميل، وهم يجوا هنا يبقوا مستمتعين بوجودهم وبفنك وبقوتك الناعمه. مش هيستنوا شويه تؤساء تعساء بائسين يائسين يصدروا لهم الغل والحقد ضد من يتصوروا ان هم كده بيقربوا منك. ما حدش بيقرب منك بالطريقه دي. عايز تقرب مني اشتغل وانسى، انسى خالص، انسى انك تحاربني، نافسني، خد بالاسباب انك تتخطاني، انما كل همك توقعني. طيب افرض انك نجحت، انا وانت وقعنا، ايه اللي عملته؟ ولا حاجه. نافسني، ما تحاولش تسقطني. بس ده كلام مهم جدا، كان استهلال لهذه الحلقة اللي فيها كتير من الموضوعات المهمة، لكن هذه أبرز عناوينها. مقالي ومقالوا، وتكلمت فصيحة الدوحة، لكن في الغربال فليصمت السفهاء. وبعضمة لسانه هدف يستفز المارد، والشموع الحمراء عن إمام الحديد، لكن أسرار الملك عن المدافع الصلد. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. قبل ما ندخل في الكورة عايزين نقول لأبطال تنس الطاولة ألف ألف مبروك. النهارده توج رجال وسيدات النادي الاهلي ببطوله الدوري الممتاز لتنس الطاوله عن جداره واستحقاق. الرجال والسيدات الاثنين النهارده على صاله هيئه قناه السويس في الاسماعيليه. الرجال والسيدات فازوا على، اولا كسبوا البطوله، كسبوا الموسم بدون خساره، ما خسروش ولا مباراه. الأهلي تغلب في ختام اللقاءات على الثنائي البترولي، إنبي في الرجال 3-1 وبتروجيت في السيدات 3-2 بعد مباراة ماراثونية. شكلك اتفرجت عليها. أنا اتفرجت عليها. أنت بقى فاكر كرة القدم هي ال 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 الرياضة اللعوبة التي تلعب بالأفئدة؟ روح اتفرج على تنس الطاولة. أيوه.
عشان قلبك يقف بجد. يعني انت بتشوف مشاهد ما وعلى بونت تبص تلاقي المتاخر يرجع ويكسب. لا لعبه جميله ومثيره. وانا كنت طبعا اول مسؤوليه ليا في النادي الاهلي ان انا كنت سكرتير تنس الطاوله في الستينات. صحيح. وقعدت يجي 9 سنين والحمد لله يعني ابنائنا هم اللي بيقودوا دلوقتي العمل في تنس الطاوله. ولكن ان النادي الاهلي عارف ان النهضه الكبرى في النادي الاهلي دي سببها ايه؟ مدينة نصر. مش انا حكيت لك لما كسرت البلاط وكنت المفروض ان انا اترفد والفريق مرتجي عدها لي وضحك وقال لهم نواياه طيبه اعملوا له الاوضه دي وبلطوها له. كسر يا اسمه ايه هو عم مجاهد. كسر مجاهد ولا مش عارف يقول له ده فاكر النادي بتاعه. فقلت له بس طب ممكن نبلطها عشان نلعب البطوله اللي جايه وبعدين حلال حلال لان ما كانش فيه ملعب لتنس الطاوله في النادي الاهلي. ايوه. كان مدرجات الدرجه الثانيه اتهدت واتعمل فوق الملاعب بتاعته مدرجات الدرجه الثانيه. ايوه. وابتدينا لما رحنا بعد كده افتتحنا الحمام السباحه اللي تحتيه 5000 متر. ايوه. في مدينه نصر. وكانوا زعلانين وقتها. كانت دي بقى الانطلاقه الكبيره. اكبر ملعب تنس طاوله في العالم. صحيح. طيب في المباراه الاولى في الرجال عمر عصر فاز على احمد نديم لاعب انبي 3-0 ويوسف عبد العزيز رفع الفارق بالفوز في ثاني اللقاءات على عبد الرحمن حجاج ايضا ب3-0. محمد صالح لاعب انبي فاز في المباراه الثالثه على محمد البيا اللي لاعب الاهلي بصعوبه 3-2 قبل ما عمر عصر يتدخل ويحسم اللقب لفريقه بالتغلب على عبد الرحمن حجاج 3-0. شوف انا عايز اقول لك حاجه. مباراه احمد علي صالح. احمد ولا محمد؟ محمد صالح لاعب انبي. ده اخوه احمد بقى العبقري الشيك قوي بتاع زمان بتاع تنس الطاوله. ايوه. اخوه الكبير. المباراه دي كانت من اجمل الماتشات اللي شفتها. فاز فيها الاقل اخطاء. يعني البيه اللي تقدم تعادل. البيه اللي تقدم تعادل. ثم مباراه ماراثونيه في الجيم الخامس 16-14. مباراة كانت رائعة من الطرفين الحقيقة امتعتنا جدا جدا. لكن الظاهرة بقى ما هو حلو ان احنا نتكلم وندي معلومة صغيرة بس كده. السنة دي لأول مرة شهدت عودة نهال مشرف عمر عصر. دينا قصدك؟ دينا بنت انا قلت نهال رجعت. لا دينا مامتها. لا عمتها. هي بنت الدكتور الدكتور علاء. بنت علاء. ما هم دول كلهم عيله تخبطك. أيوة. كلها تنس طاوله. ايوه. عباقره. صحيح. دينا مشرف طبعا وهي صاحبه الترتيب الذي يتقدم باستمرار عالميا. رجعت عمر عصر بعد ان حقق نتيجه مرعبه في كاس العالم رجع. فطبعا اثراء رائع جدا لتنس طاوله المصريه. اصبح ترتيب الرجال في نهايه الدوري الاهلي الاول انبي الثاني الاهلي الاول ثم انبي ثم الزمالك ثم الحوار فريق الحوار الرابع. في السيدات تمكنت مريم الهضيبي لاعبه الفريق البترولي من التغلب على هانا جوده في المواجهه الاولى 3-2 كسبت 3-2. رجعت دينا مشرف للمواجهه بالفوز على مروى الهضيبي 3-0 قبل ما تتمكن اميره يسري من التقدم لبتروجيت بالتغلب على نادين الدولاتلي بنفس النتيجه. ثم عادت بقى البطله دينا مشرف لتفوز على مريم الهضيبي 3-0 وتحسم هنا جوده اللقاء والمركز الاول للنادي الاهلي بالفوز على مريم الهضيبي 3-0. الترتيب النهائي للسيدات الاهلي الاول وبتروجيت الثاني ثم الزمالك الثالث وجزيره الورد الرابع. جهاز تنس الطاوله في النادي الاهلي بيقوده الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز والكابتن فتحي عبده مدير لقطاع الناشئين والكابتن اشرف صبحي مدرب الرجال واحمد عبد السلام مدرب للمرتبط والناشئين تحت 19 وعادل شومان مدرب عام للسيدات واحمد عياد مدرب للسيدات واحمد حامد مدير اداري. ولقب الرجال هو الرقم 14 على التوالي. بصوا بقى الانجاز ده الدوري ال 14 على التوالي لرجال النادي الاهلي والدوري الثالث على التوالي بالنسبه للسيدات. هنا جوده البطله قالت ان التتويج ببطوله الدوري ده نتيجه لجهد الجهازين الفني واللاعبين
ونادين الدولات اللي قالت ان احنا بنسعى للفوز بكل البطولات على كافة المستويات، والكابتن سيد لاشين قال ان احنا تعهدنا على الفوز ببطولة الدوري لإسعاد الجماهير. ويمكن انتوا شايفين الكابتن معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة وأسرة الاتحاد في توزيع الجوائز على أبطال وبطلات الدوري. معتز وماجد عاشور دول من دسوق، وكان بيمرنوا مين بقى؟ أبناء مين؟ الله يرحمه ماهر عصر. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بعد عمر عصر، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. ما تخافش على الأهلي إذا ما اعتمدنا المنطق اللي المهندس عادلي قاله قبل الفاصل، هنعتبرها بطولة من مباراة واحدة. رايحينها بهدف إن شاء الله تعالى إحراز اللقب، والأهلي قدها وقدود. عرج المهندس عادلي على كثير من ألاعيب السفهاء واليائسين والمبتئسين، لكن أعتقد فوز الأهلي بتنس الطاولة بطولة الدوري بجدارة كاسحة رجالا وسيدات خلى الناس تفهم ان في ناس بتتكلم وناس بتشتغل، في ناس بتتوج بكل بطولات هذا الموسم وناس برضو بتتكلم فقط، لكن بين هذا وذاك تبقى ضربة البداية المهمة مع مقالي ومقاله. وتكلمت فصيحة الدوحة. فصيحة الدوحة الدكتورة زينب المحمود. الدكتورة زينب المحمود ليها زاوية اسمها الفصيحة في جريدة العرب. هي شاعرة، هي فصيحة أستاذة ولا صفيحة؟ فصيحة. هي أستاذة جامعية، أستاذة جامعية، عضو هيئة التدريس في جامعة قطر، أديبة وشاعرة، وليها برنامج إذاعي شعري في الإذاعة القطرية. بصوا كل اهتماماتها خارج الرياضة، ملهاش علاقة بالرياضة، لكن شيئا ما استهواها للكتابة في الرياضة، فكتبت مقالة في جريدة العرب بعنوان تعلموا من الأهلي كبير العرب وأفريقيا. وقالت إن أنا كتبت قبل كده مرة في حياتي مقال يتعلق بالشأن الرياضي كان عن فوز العربي بكأس سمو الأمير، هو الدافع عن أترك الكتابة مؤقتا عن عشق الأبدي بحور الشعر وجماليات لغة الضاد. وبتقول بس فجأة في حاجة لفتت نظري جدا فعايز أكتب عنها. بتقول ردة الفعل الإيجابية على مقالي عن الرياضة شجعني إن أنا الله، طب ما أنا أبص للرياضة باعتبارها شأن إنساني واهتمام مجتمعي. فبتقول إن أنا قبل 3 سنين كنت أجلس مع أسرتي أمام قناة الكاس حيث كانت تنقل مباشرة من مطار حمد الدولي لحظات وصول بعثة الأهلي المصري إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. لقد هالني ما رأيت حشود جماهيرية غفيرة تنتظر الفريق في المطار. يخرج أول فرد في البعثة رجل وقور يمشي بخطوات واثقة والجموع تهتف له بيبو بيبو، بينما هو في تواضع غير مصطنع يطلب منهم عدم الهتاف لشخصه والهتاف للنادي وللبعثة ككل. بتقول الدكتورة زينب المحمود من يكون هذا الرجل حتى يتم استقباله في المطار بهذا الحب الكبير الذي هزني من داخلي. سألت عنه وسمعت الكثير والكثير. إنه محمود الخطيب أسطورة من أساطير الأهلي على مر العصور. وحينما تصف جماهير النادي أحدا بالأسطورة فإن اللقب لا يعكس فقط مهارته وعطائه الرياضي، بل لابد أن تسبقه الأخلاق. لذا ظل الخطيب محتفظا بجماهيرية جارفة رغم اعتزاله اللعب منذ أكثر من 3 عقود. ظل خلالها يخدم ناديه بإخلاص حتى وصل إلى مقعد رئيس النادي. وما أدراكم برئاسة ناد يقول أصدقائي المصريون إن مشجعيه يمثلون بين 80 إلى 90% من أهل المحروسة، بينما يتطرف آخرون مازحين إن كل مصري يولد فإنه بالضرورة يكون أهلويا. وبتقول الدكتورة زينب المحمود الأستاذة الشاعرة القطرية بالنسبة للخطيب أو بيبو كما يلقبونه فقد رأيت فيديوهات له في الأيام الخوالي حينما كان يلعب، إن شئت الدقة أقول بعين المتفرج أنه أحد أمهر من يداعبون الكرة، وإن شئت الحديث بعيون الشاعر فسأعتبر أنه كان يقدم على المستطيل الأخضر تابلوهات من فنون وقصص وإبداعات. وبتقول أما عن الأهلي وقيمته
فإذا كانت شهادة المصريين فيه مجروحة، فإن شهادة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم هي شهادة الحياد، هي شهادة الحياد. لقد رأيت تصريحات لسعادته قبل شهور حينما زار مقر النادي الأهلي في القاهرة، ذكر فيها أنه فوجئ بكم الإنشاءات في النادي والتي تتم بمجهوده وتسويق اسمه، وأن أي لاعب أو فرد من جمهور الأهلي عليه أن يفخر أنه ينتمي إلى هذا النادي الكبير. بتضيف شعيرة الدوحة أو فصيحة الدوحة: لو تحدثت عن الأهلي وما عرفت أو عنه فلن تكفيني المساحات، لكن باختصار هو منظومة نجاح متكاملة تقوم على عمل مؤسسي منذ 116 سنة، والنتيجة ليست فقط في تسيده الساحة الأفريقية ولا كونه الثاني عالميا في البطولات القارية، ولكن كمؤسسة عملاقة لها حاليا 4 فروع أو صروح كبرى على الأراضي المصرية، وسيفتتح خلال أيام الفرع الخامس، وهو ما لا يتوافر لأي ناد في المعمورة، ولذا يتسابق عليه الرعاة من كبرى الشركات والعلامات التجارية ليكون اسمهم مقترنا باسم الأهلي. بتضيف الدكتورة زينب المحمود في ختام هذه المقالة: الواجب علينا كعرب الاستفادة من هذا النموذج الناجح والمنظومة الإدارية الرائعة، وعاش الأهل الذي صرت واحدة من عشرات الملايين من محبيه. أهلا بك. وسيكون بالتأكيد ضمن أجندة زياراتي لمصر الحبيبة. أهلا بك يا دكتورة زينب المحمود على الهاتف. دكتورة زينب أهلا بحضرتك. يا هلا يا هلا ومرحبا، مساكم الله بالخير. تحياتي وتحيات المهندس عدل القيعي. عندما يلقبك الأستاذ إبراهيم بالفصيحة هي عنوان الزاوية اللي حضرتك بتكتبيها، يعني أنا لم أضف شيئا الحقيقة. لا والله، يعني رصانة في الكلمة وشيء جميل جدا، أسعدتينا بيه والله. والله يعني لو قلت لك ها هو الوجدان ورفيعا والبيان مطيعا، أنا اليوم معاكم إن شاء الله بحس له نبس وبوح فيه منح. لقاؤنا هذا رقائق أذواق إن شاء الله ودقائق إشراق. بداية صراحة أشكركم على هالاستضافة الطيبة في برنامج كبير ملك وكتابة، ومع المهندس القدير الصراحة أفتخر أني اليوم أتكلم مع المهندس عدلي القيعي رمز الأهلاوي الكبير، ومع الأخ العزيز الأستاذ إبراهيم المنيسي. وكل الشكر الصراحة على يعني تقديركم لي في نشر المقال بمجلة الأهلي العريقة، وألف ألف مبروك افتتاح الفرع الجديد في التجمع الخامس. وبعد يعني صراحة كل شيء بالمبارك عليكم، يعني حسيت أن المقال يا وكل شيء صار فيه بالبركة، يعني وألف ألف مبروك على فوز الأهلي بالأمس نتيجة 2-1. العيال يشوفون يعطوني النتيجة، وصراحة يعني لو قلت يعني أقول لكم كلكم يعني مشكورين الصراحة لكل محبي الأهلي أهل المحروسة. إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم، إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا. الله الله، ده كلام. أوجه الشكر الكبير حق زميلي الصحفي شريف عبد الغني في جريدة العرب اللي كان يعطيني معلومات كثيرة عن الأهلي، والكاتب والكابتن محمود الخطيب، وشكر أيضا للزميل الصحفي أسامة السويسي اللي ساهم في نشر المقال على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعه أيضا الصحفي أخوي إكرام الرديني. وشكرا لكل جمهور الأهلي الغالي اللي حاطوني بعاصفة، عاصفة كانت ترى، عاصفة حب جميلة. دكتورة زينب، بمنطق الشاعر والأديب وعمق الرؤية، أنت شايفة حضرتك دور الرياضة والكرة بالذات باعتبار أن ده النشاط الرياضي الأكثر التصاقا من الجماهير، دور الكرة والرياضة في الربط بين الشعوب العربية من خلال النوافذ الإعلامية إيه؟ يعني صراحة احنا ما نقدر يعني لا نستطيع ان احنا نخفي دور الرياضة. قاعدين نشوف يعني الرياضة قربت الشعوب، ويمكن كاس العالم في قطر كان اكبر مثال. يعني احنا لما نتكلم عن الاهلي فاحنا بعد عندنا الاهلي، عندنا يسمونه العميد يعني، ودور الكورة عندنا صراحة قرب الشعوب، حتى غير من مجرى الحياة عندنا في قطر. صرنا كلنا نهتم في الكورة، يعني حتى انا ما عندي في اجنداتي يعني مثلا من نوع اللي اتابع الكورة واشوف المباريات، بس صرت اشوف المباريات الكبيرة الفاصلة، يعني عفوا يعني صرت اشوف لازم، لاني ام وعيالي يشوفون فلازم اشوف معاهم لازم. يعني حقيقه صرت اتابع الكوره في المباريات الكبيره، ولو كان يعني هاي يعني مش من النوع اللي مثلا يكون عندي وقت اني حتى اشوف يعني. والله احنا عندنا التقليد في النادي الاهلي عندما يفوز بالبطولات يضع نجمات تدل على عدد البطولات،
واليوم يترصع بنجمات في استقطاب المفكرين النابهين المثقفين أمثال حضرتك، كلها أوسمة يعتز بها النادي الأهلي. يعني شوف سبحان الله، لو قلت لك ان المقال يعني كتبته بالبركه، يعني ما كان مثلا ما كنت اعرف الكم الكبير يعني من الجماهير وصدى المقال بياخذ المجرى هذا يعني. فسبحان الله المقال انكتب، يعني كنت اجلس مع اسره مصريه وعندي وايد ربع مصريين، فكانوا دائما يذكرون لي يعني انت عامله زي الاهلاوي، يعني انت كده انت حب كبير يعني انت. فكنت اقولها الاهلاوي مين؟ فيقولون لي هاي الاهلاوي حاجه كبير قوي. فالمهم ان الناس يعني دائما كذا كذا مره سمعت هالتعليق، وذكروا لي الاخ الفاضل محمود الخطيب يعني بكل خير، وانه هو شخص متفرد وما يكرر الزمن. تدري يعني الواحد يصير، انا حتى كنت احسبه في البدايه شاعر، فرحت بحثت عنه يعني محمود الخطيب، قلت خلنا نروح نشوف يعني لاني مالي في الكوره الصراحه. بحثت عنه وصراحه يعني شفت المشهد العجيب والناس تستقبله في مطار حمد الدولي، كم لهالشخص يعني من قبول ومحبه وتقدير. عشان كذا انا سبحان الله يعني الموضوع اكبر من رياضه، يعني المساله مش مساله رياضه، المساله مساله كبيره وايد، في قيمه كبيره اللي هي الاخلاق، السمعه الزينه. يعني صراحه كتبت علموا من الاهلي كبير العرب وافريقيا، انا كتبت كل اللي في خاطري في هذا المقال، وما توقعت رده الفعل اللي صارت من الجماهير والاصدقاء. والاجمل يعني من ذي كله مفاجاته لي في اتصاله، حتى اصلا كنت مو بمصدق انه هو اللي متصل، او شيء ظنيت انه برنامج بيكلمني، بس طلع هو بنفسه بذاته مكلمني. كابتن خطيب يعني صراحه سمعته وايد طيبه، وايد افتخر انه يعني احيانا مثلا يعني يقولون لي يعني يذكرون اسمه في السمعه الطيبه، يعني مثلا اذا ذكروا عيلتي بالخير والسمعه الطيبه فيذكرونه هو. فهاي اللي ايضا جبلني على البحث عنه، حديثه كان وايد عفوي ويعني دللي على كرم اخلاقه، ما كان في يعني حتى بيني وبينه ما كان في اي تكلف، لان اصلا قلت لك صار شيء بالبركه مقال طلع كذي. يمكن انا كتبت اكثر من 500 مقال لكن لم يلاقي هذا الصدى الصراحه. دكتوره زينب يعني عندما تتوغلين باذن الله في تاريخ النادي الاهلي هتكتشفي قصه حب وملحمه بقالها من 1907، ويعني الكابتن الخطيب هو آخر سلسلة من عظماء ورموز كتبوا هذه القصة بشكل مختلف، كله انتماء وحب وإنكار ذات وتمسك بالقيم والمبادئ والإخلاص للوطن والاتساق مع أهداف الوطن. ننتظر منك المتابعة وننتظر منك كلام مختلف عن النادي الأهلي، لأن أنت طمعتينا بصراحة. يعني صراحة بقول لك يعني كنت أسمع أن كل مصري ينولد لازم بالضرورة يكون أهلاوي بالفطرة يعني فسبحان الله. شوف يعني والله انها شيء عظيم، يعني لما اشوف ان الاهلي منظومه متكامله اخلاق ورياضه واقتصاد، ويقول لك ان الاخلاق اللي ما عنده اخلاق خلاص هو ما له يعني مكان في هالكيان، والله شيء عظيم صراحه. يعني احنا اذا نسوي برامج في الاخلاق فلما يكون فيها كوره وفيها تعرف الكوره بعد عصب الحياه الحين ويندمج في الاخلاق، والله هاي تاريخ يجب ان يدرس يعني. وصراحه عندما يقال الاهلي ياتي الرمز الاخلاقي، يعني الكابتن محمود الخطيب مش بس احتراف مثلا كوره، لا يعني عفوا انا يمكن قلت لك ما افهم في الكوره، بس قاعد افهم ان هذا رجل سمعته وايد طيبه، يعني وايد بوزين، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حسن السيره والسريره، يعني رمز حق الاخلاق، يعني هذا شيء وايد عجيب. يعني لا تسال المراه عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر. سبحان الله جبت طاري يعني تشوف الناس على اختلاف مشاربهم. شوف انا الردود الموجوده في السوشيال ميديا على كل مواقع التواصل ما في حد، يعني انت تخيل هذول الناس على اختلاف مشاربهم واطباعهم كلهم يذكروه بالخير. انت تدري يعني مواقع التواصل ساعات يجي لك واحد زعلان يعني ممكن يقول كلمتين كذي يعني سلبيه، لكن انا ما شفت حد قال شيء سلبي، الكل يعني صدق اقول لك، يعني اقول ان الحكيمه اذا ما فتنه نجمت فهو الذي بحبال الصبر يمتسك، لا يراس الناس في عصر نعيش به الا الذي لقلوب الناس يمتلكه. بالفعل يعني اخوي محمود الخطيب امتلك قلوب الناس، وهنيئا لك اخي الغالي واسرتك الطيبه وشعب مصر هالنموذج الحلو الناجح بالاجماع بشهاده الارض يعني. وان شاء الله دائما تفوزون وتنجحون ان شاء الله في كل مبارياتكم الصراحه. وفي صدى وايد حلو الصراحه خاطر اقوله، يعني صدى المقال كان بالنسبه لي عجيب، يعني
اخذ ردود فعل مختلفه، يعني اول مره يصيدني ذهول، فكان في راضي وفرحان، وطبعا هم الاغلب، وفي بعضهم كان يحس بالفخر والاعتزاز، يعني يتصل لي يذكر لي ذكرياته مع الاهلي، قاعد يزيد معلوماتي، قاعد يشجعني، انا ما ادري يشجعوني على ايش. وحسيت انه بعد حسيت اني فايزه، يعني انا حسيت كان انا لعبت مباراه وفزت، وحسيت بنوع من بصراحه اقول لكم في لحظه واحده حسيت اني تورطت. حضرتك كتبت بيتين شعر، كتبت بيتين شعر لكابتن الخطيب في حافته في المقاله مش كده؟ ايوه وجيان الفراشة لب قلب، أنيسة جدها نعم المحب، تراها فلة في روض زهر، وفض الماء نور بل هي شهب. الله عليك، أهلا بيك. وإن شاء الله إن شاء الله أشوف، سبحان الله كل شوي أسمع مثلا يقول لك أنها القلعة الحمراء، أقول يا ربي أي قلعة؟ ما أدري هي في الأندلس، بعدين أكتشف أن بعد الأهل يسمونها القلعة الحمراء. فسبحان الله وأشوف ردود الناس، حتى سبحان الله يعني اليوم اللي طلع فيه المقال يكلمني اخوي يقول لي ترى جمهور الاهلي في قطر يا زينب يكلمني، انت عامله ايه؟ اقول له ما سويت شيء بس كتبت مقال. يقول لي انت ترى انت سويت شيء كبير، ترى انت مش عارفه الاهلي ايه؟ يقول لي الاهلي شيء كبير. فيعني سبحان الله، حتى سبحان الله من المواقف الطريفه ان في استاذ جامعي يعني دخل على طلابه في القاعه الدرسيه وقال لهم اليوم مش حزعل ومش حعصب، خلاص اي حد بزعلني انا ما بزعل، اليوم يوم يوم الاهلي ويوم الانتصار. فشوف يعني في اشياء يعني حلوه صارت صراحه، فرحت زملاء العمل بالمقال ونشر المقال على صفحات جامعه قطر، وايد اسعدني، انا دكتوره في الجامعه واستانست ان زملائي كلهم استانسوا وزميلاتي، والكل كان اقول لك حسيت اني خذيت شهاده دكتوراه. صحيح صحيح الحقيقه دكتور. تفضلي تفضلي تفضلي. لا لا تفضل حسن. انت حضرتك اشرت في المقال الى انه النادي الاهلي من فرط ارتباط العرب بيه تيمنا باسمه ما في دولة عربية تخلو من اسم الأهلي. بالضبط. واحنا عندنا الأهلي يسمونه العميد بعد. اي سبحان، بس انتم عاد الأهلي عندكم ما شاء الله مسوي وطن، احس انه هو وطن بروحه يعني. كابتن الخطيب وجه لحضرتك الدعوة لزيارة النادي مش كده؟ اي والله، قال حياك الله مصر ولازم لازم تجين، وحتى هالكلمة خلت يعني وايد ناس يقولون زينب خذينا معاك عاوزين نتصور معاه، اقول لهم صلوا على النبي يا جماعه، يعني يا جماعه ترى المساله مساله مقال. فحسيت اقول لك حسيت يعني بشعور يعني في شيء من الذهول، يعني سبحان الله انا يعني يمكن اعرف قيمه النادي بس بعد لما عشت اجواءه حسيت انه لا الموضوع كبير يا جماعه، الموضوع كبير وايد. دكتوره احنا يعني خاطر بعد اقول لك قصه عجيبه، احنا عندنا يعني وصلني مسج من سيدة فاضلة اسمها تغريد، وهذه مسؤولة فاضلة احنا يعني اشتغلت معها 10 سنوات. انسانة قديرة يعني، تقول لي قرأت مقالك الذي اثلج صهي مصرية، قالت اثلج صدري وارجعني لايام شبابي. وبيبو كان على ايام شبابي، ولما تزوج وخلف بنت اسمها رنا اقسمت ان اول بنت حجيبها بسميها رنا. وصدق وبالفعل عندها بنت اسمها رنا، عجيب يعني هاي بعد سبحان الله. يعني اقول لك الاجواء كانت اصداء المقال كانت كبيره، يعني حتى في موقف ظريف صراحه، انا عندي شركتين فكنت بوقع عقد مناقصه مع شركه اخرى، فاتصل فيني المسؤول وقال لي بلاش خلاص شكرا خليكي مع الاهلي احسن. هو زعلان. اهلا بيك، اهلا وسهلا. دكتوره احنا يعني مش عارفه اصلا، يعني حتى رفيجتي تقول لي انا وزوجي كنا متخانقين بس لما قرا مقالتك قال والله صديقتك كاتبه مقال عن الاهلي اليوم ما في زعل. يعني سبحان الله، يعني اقول لك الاصداء حلوه يعني وشيء عجيب سبحان الله. الحمد لله، الله يخلي لكم ان شاء الله الاهلي ويخلي لنا كلنا ان شاء الله. صراحه كتبت في ابيات شعر بختمها بس ابي اسمعكم الحين. اتفضلي. انا يعني بقول في القلعه الحمراء وعجبني الاسم، في منبر الحمراء جل لقائي، وتعاظمت في مصر ذي الكلمات، في معقل الابطال درتي مجدها، في الاهلي نادي المجد في الساحات، هو قلعة في الجد يزهو فجرها، في كل يوم يرتقي الدرجات، يبني يؤسس للأخوة مجمعا، في مصر أم الكون والبركات، هي مصر من حملت عظائم أمة منذ الخليقة، وهي فجر آتي، فلها أطرز حلة من خافق، ولنيلها تجري الحروف فراتي. وفديت الأهلي وشكرا لكم يا الاهلي. شكرا لك. احنا شاكرين جدا جدا لحضرتك على هذا التواصل وعلى هذا الابداع الرائع الحقيقه. الربط الرائع بين الاهلي ومصر، الاهلي نبته صالحه في ارض هذا الوطن الخصب. شكرا جزيلا يا دكتوره، الدكتوره زينب المحمود
الأستاذة الجامعية القطرية في جامعة قطر والأديبة والشاعرة وصاحبة برنامج إذاعي في إذاعة قطر برنامج شعري أن تكتب مقالة عن الأهلي وتقول كل هذه الأبيات، هي دي قيمة الأهلي؟ بص يا أستاذ إبراهيم، وهي دي القوة الناعمة بقى بجد. أرجع أنا بقى أقول لك يعني ده مش حاجة تضايقك على قد ما تسعدك. كيف يتحدثون عن الأهلي بهذا التوقير وهذا الاحترام وهذا التقدير وهذه الرؤية المحترمة، بينما يهال التراب على من 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 مهدل. عشان كده أنا مش قصدي أتجنى على أحد، بس اللي بيعمل كده مع الأهلي هو فعلا من جوه أشعر بتعاسته، أشعر أنه مش سعيد، أشعر أنه هو احتار في الأهلي، فبدل ما ينافسه يعني يتفرغ للوقيع بينه وبين الآخرين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيحمي الأهلي أن هذه النظرات التي تقدر الأهلي تنبري وتدافع وتبرز القيمة الحقيقية للنادي الأهلي. أبيات الشعر الأخيرة اللي قريتها، إيه الرصانة والعمق ده؟ شوف الربط بينها وبين أن النادي الأهلي ده حاجة حلوة جوه مصر. نبتة صالحة في أرض خصبة، خصبة مصر العظيمة، ما يخرجش منها غير هذا النبات الصالح. أما غير كده والله دي مشاهد مستحدثة لا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن تلقى الرواج، لأن يعني عايزين نرجع بقى نحط نفسنا في المكانة، لقيمتنا الناس بتحترمنا أهو، إحنا نقعد نفرجهم على العملية الهزلية إزاي، إن إحنا بنجيب واحد يهزق واحد والتاني يرد عليه والتالت يلقي لتمات والكل خسران في الآخر، الكل خسران لمجرد إنك إنسان مش طايق نجاح حد. المنافسة ما فيهاش شماتة ولا حسد يا أستاذ إبراهيم، فيها غيرة محمودة. عايز أبقى زيك وأحسن أشتغل. اتكلمت على الرعاية. أنا بس عايز أتكلم، هي الرعاية دي عبارة عن إيه؟ عشان برضو كتر الكلام لدرجة بياخدوا الكلام أكن الأهلي بيتدلع وحد بيديله حاجة. الرعايه يا استاذ ابراهيم عن حضرتك عندك منتج عايز توصله للناس، فبتروح تنقي الوسيله اللي توصله لاكبر قاعده من الناس واسرع طريقه، وطريقه تكون محبوبه، والا هتتنفر الناس من البضاعه بتاعتك. فيتجهوا هو في الرياضه مثلا، مين اللي عنده الشعبيه الكبرى؟ يكتشفوا الأهلي، وبالدراسات مش بالكلام. في دنيا الأعمال مفيش مجال أنت تجاملني مرة مش هتجاملني التانية. يكتشفوا الأهلي ويكتشفوا أن القاعدة دي عريضة جدا، وأن الارتباط باسم الأهلي يوصلني لأقصى بشكل مباشر وسريع للسوق، فتبتدي تجيلك الرعايات. فما ينفعش حد يقول ايه انا زي الاهلي، والا طمنا على المستوى العالمي، انا عايز ريال مدريد وانت عايز المان يونايتد. وعلى فكره مش بالانتصارات بس، الانتصارات ده مكون من المكونات اللي بتعمل لك شعبيه، هو الاساس الشعبيه. اللي بيزيد من الشعبيه طبعا انك ترتبط بالبطولات. المان يونايتد عشان عنده رصيد قاعد يكسب سنين طويله، فهو صاحب القيمة التسويقية الكبرى، واجتهد بقى استثمرها ازاي. لما رحنا اليابان لقينا اكبر اسم موجود في دنيا كرة القدم العالمية المان يونايتد، راحوا اشتغلوا في اسيا. ما عادوش كده عشان الناس تقول اشمعنى هم بياخدوا اعلانات في اسيا واحنا لا، اشتغلوا. فاي حد، وما فيش حد ما عندوش حاجة، يعني ما ينفعش يقول لك اصلا انا ما عنديش. كل الاندية عندها جماهيرية، وخصوصا الانديه الشعبيه، وتقدر تلجا. هو ما فيش رجال اعمال في المحافظات؟ طبعا فيه. الناس تعمل علاقات، تشتغل تعمل علاقات. طيب انت عشان تتطور وتاخد رعايات اكتر كل سنه ايه؟ تجتهد تعمل حاجه اسمها الباقه. انت تديني فلوس على ايه؟ انا اقول لك خد 1 2 3 4، السنه الجايه اخليهم 6، اللي بعديها اخليهم 7 8، اخليهم 10، اخليهم 20، اخلي مجالات اخرى، فافضل انمو. هو ده الشغل،
اللي ما فيهوش مجامله، اللي فيه عمل وجهد وفيه فكر وابتكار وفيه سعي. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، لكن نقعد نفهم الناس اصل فيه مجامله، اصل فيه والاهلي ومش عارف ايه. نخلص من الاهرام روحنا لصاله، خلصنا من صاله روحنا برزنتيشن. بس صدقني مش هيسكتوا الناس دي، الناس دي احسن حد. هم ما يسكتوش واحنا نوضح يا استاذ ابراهيم. شوفوا يا جماعه، يعني عطفا على كلام الدكتوره زينب المحمود، ثلاث نقاط مهمين. النقطه الاولى، انتوا شايفين قوه مصر الناعمه عامله ازاي؟ شايفين الاشقاء العرب بيبصوا لنا بتقدير كبير وعميق ازاي؟ شايفين الناس اصحاب الفكر والرؤيه والابداع حجم تقديرهم للنادي الاهلي عامل ازاي؟ من غير كيان ورمز. شايفين يعني قيمه يعني من التقدير، خلال قصدي من خلال الكيان والرمز. بالظبط، في ارتباط. الناس اللي ساقها وضايقها ان واحد زي كابتن محمود الخطيب باخلاقه يترفع ويترفع عن اي اساءات او تجاوزات. انتوا شايفين مردود المعدن الاصيل في الاخلاق بره عند ناس محترمه عامل ازاي؟ شفتوا عمق التقدير والتاثير حتى بالكلمات؟ عشان اي انسان، مش بس الاهلاوي، اي انسان يبقى يعرف ان اي انسان بيترفع وبيسمو وبيلتزم الاخلاق وبيتحلى بضبط النفس وبيلوذ بكل القيم هيقدر من المحترمين. وده النقطه المهمه. انتوا هتلاقوا العالم العربي بره، شوفوا شوفوا دي دكتوره جامعه، دكتورة زينب المحمود دكتورة جامعة، بتقولك أساتذة الجامعة كانوا سعداء بمقالتي عن النادي الأهلي. جمهور الأهلي، الناس اللي بتتكلم يقولك مين في الخليج أكبر شعبية؟ يا عم احنا مش بنكايد ولا انت بتتكلموا في ايه يا سيدي؟ انت بتتكلم في عمق تأثير الأهلي يا انك انت ما من دولة عربية. الدكتورة بتقولك ما في دولة عربية أطلقت إلا وأطلقت على أحد أنديتها الكبيرة اسم الأهلي تيمنا بالأهلي الكبير ده. شوفوا حجم تأثيره في محيطه وارتباط الأشقاء العرب بيه عامل ازاي. مش انت يا أستاذ إبراهيم صاحب أكبر شعبية؟ استثمرها وجيب منها الرعاية اللي انت عايزها، بدل ما تقعد تقول لي انت اشمعنى انت اشمعنى انت اشمعنى ودينا ودينا والناس بتجاملك. جاملوني في ايه؟ يعني أعتقد دي كانت إطلالة مهمة على مقالة مهمة في صحيفة عربية. اتعلموا العنوان كده، اتعلموا من الاهلي كبير للعرب وافريقيا. ودي مش مصريه وبتقول لك انا ما كانش ليا علاقه بالكوره ولا بالاهلي الا من اللي انا سمعته، والا من لقطه شافتها وبعثه الاهلي واصله الدوحه، فشافت ان جمهور الاهلي وقتها لو تفتكر ربطه مشجع الاهلي في الدوحه كنا نازلين وراه يعني عاملين اصطفاف من الفندق للمطار يعني اللقطه وبيهتفوا الكابتن بيبو بيبو قال لهم لا اللعيبه والبعثه. هي رصدت، هي برضو عندها العين الفاحصه الحساسه اللي رصدت كل تصرف وحليلته. هي ما راحتش كده حد حكى لها حاجه، هي شافت حاجه وسالت عليها. ايوه، والحقيقه يعني برضو يعني طيب الذكر الاستاذ اسامه السويسي لازم طبعا يعني وصلنا بيه. فاما الزبد فيذهب جفاة، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هي دي القيم اللي بتبقى، هي دي السيره اللي بتعيش، دي اللي عايزينها، وهي دي النماذج اللي بتشرف بلدنا بجد، هي دي الصوره اللي المفروض تطلع عن مصر، وهي دي الصوره اللي تشرف مصر وتكبر مصر وتحافظ على قيمه مصر. غير كده لا، ده عبث، ده عبث وتهريج الحقيقه. من قطر للسعوديه، الاستاذ عثمان العضيبي رجل سعودي يعمل في لندن، كتب على تويتر امبارح جمهور الاهلي زعلان ليه؟ الاهلي كسب الجوله الاولى وسيكسب المباراه الثانيه، ولاحظ دور علي معلول، ولاحظ يمكن ان البعض ممكن يكون بيلوم على علي معلول في كوره، فكتب مقاله: علي معلول محلول سعادة الجماهير. وقال الأستاذ عثمان العضيبي على تويتر: سماه علي محلول، ده نموذج ناجح للاعب المحترف بإخلاصه وإبداعه وتفانيه وذكائه، وقد يكون أفضل لاعب محترف خدم ناديه على مستوى كافة الوطن العربي من لاعبين أجانب أو عرب، ومهما جدا الاستفادة من تلك العقلية لجميع اللاعبين العرب. وإذا كان لجمهور الأهلي المصري محلول للسعادة
فهو علي معلول. اعتبر ان علي معلول ده محلول السعاده لجماهير الاهلي. بيقول: ورغم قناعاتي التامه بان النادي الاهلي المصري بتاريخه القديم والحديث والرائع لم ولن يقف على لاعب محدد، الا انني ارى ان الكابتن علي معلول من الصعب جدا تعويضه كلاعب مبدع داخل الملعب، ليس لمستواه الفني فقط بل لخبرته وذكائه واخلاصه ودهائه وقيادته الفطريه للمجموعه كاخ لهم. وبيقول عثمان العضيبي السعودي: وهو ما يتوفر في محلول السعاده علي معلول، فكيف يمكن للانديه العربيه عموما والمصريه خصوصا الاستفاده من علي معلول كنموذج ابداع بعيدا عن اي تنافس رياضي؟ ولو كان بالامكان توزيع نموذج علي معلول على جميع مراكز ملعب كره القدم وفي جميع الالعاب الاخرى لحصد العرب الذهب في الاولمبياد وجميع المنافسات، ويا ليت يمكن توزيع محلول سعاده معلول على كافه اللاعبين العرب. ذكاء هذه المقاله في ايه؟ انه ما قصرش قيمه الكابتن علي معلول في المهاره. بالظبط زي الكاتبه دكتوره زينب ما قصرتش قيمه الكابتن الخطيب في المهاره. هناك شيء اخر يا استاذ ابراهيم يحول الشخص الى قيمه تتجاوز المهاره. قيمه مؤثره في محيطه. قيمة علي معلول أنه تحول إلى قيمة مؤثرة في محيطه، وهما ما لم يتحلى به يعني إلا قلائل جدا من اللعيبة الأجانب اللي جم. محتمل مين أفاد أكتر؟ واحد يقول لك فلافيو، واحد تاني يقول لك مش عارف كابتن علي معلول، واحد يقول لك جيلبرتو، واحد يقول لك أيا كان فيليكس، واحد ده بالنسبة للنادي الأهلي. ولكن علي معلول في حتة مختلفة شوية، انه تحول الى قيادة مقبولة مش مفروضة من الفريق. تشعر ان هم بيحترموه، تشعر بيسمعوا كلامه، تشعر ان هو لما يشاور لهم يتلموا عليه، تشعر لما يقول لهم مفيش غضاضة، في حب، في يعني علي معلول قيمة تحولت داخل النادي الاهلي الى شيء يجب ان يستثمر وان يبقى وان يلتصق بهذا الكيان. وهكذا يراه، هكذا يراه كل جماهير النادي الاهلي. وانت بتلعب كوره انت بتصيب واحيانا تخطئ طبعا، واحيانا لا توفق مش تخطئ. ولكن علي معلول يعني الحقيقه تجاوز بارقامه انك تتذكر له مواقف يعني. انما القلق ساعات يفرض على الجماهير انها في لحظه تقول لك لما كانتش دي كان حصل. علي معلول عند الناس يا استاذ ابراهيم في القلب موجود في مكانه يعني غير مسبوقه، ويصعب على المحترفين حقيقه ان يجتهدوا كثيرا عشان يخشوا في المساحه بتاعت في محلول السعاده فعلي معلول يا رب يعني يوفق ويظل ملتصق بالنادي الاهلي، وهنشوف حاجه غريبه، هنشوف كيف يستفاد من لاعب اخلص لناديه وهو لاعب محترف حتى الان. والنماذج كثيره، كل اللي ذكرتهم دول ما زال بعضهم. اعتقد انيس بوجلبان ما زال، انيس بوجلبان وجيلبرتو وفلافيو، ناس كثيره جدا، وفيليكس لما بيطلب منه، بس فيليكس شويه هجص يهزر كتير ويضحك كتير، انما ما حدش بيطلب منه حاجه لما بيعملها. ايوه يعني وبسعاده. لا احنا بنسعد بالمحترفين اللي جولنا واخرهم واولهم وادومهم كمان. علي معلول او علي محلول السعاده كما أطلق عليه الأستاذ عثمان العضيبي السعودي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف بقى كلام مهم في الغربال، وإزاي تخاف على الأهلي ومردود الأهلي برة بالقيمة والصورة والنصاعة والأخلاق والاحترام والوقار والتقدير والتبجيل بكل المعاني العميقة اللي انتوا تابعتوها وشفتوها. إزاي تخاف على الأهلي؟ ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي هيفضل ملتزم بقيمه وأخلاقه وبالنموذج المتفرد بتاعه. مهما حصل من كلام، مهما كانت الإساءات التجاوزات، كل ينفق مما عنده، والأهلي عنده كل الخير وعنده كل القيم والأخلاق والمبادئ، فعلشان كده مش هيدي إلا ده.
استاذ ابراهيم ما تيجي نشرك الناس معانا؟ اتفضل. ونقول لهم احنا ناويين على ايه؟ اتفضل. يعني بقول انا الاستاذ ابراهيم يعني الناس شايفانا حلوين قوي كده وبتاع، ما تيجي ما ننشغلش بحد خالص. ايوه. ها؟ اه. ونفضل لا نرى الا الاهلي بقيمته. بقيمه الاهلي وبتاع. بالسمو بتاعه. وكان في معلومه تاريخيه عاد تصلح نصلحها وخلاص. بس. واللي يعمل حاجه يعملها. وخلي الاهلي يسمو على كل حاجه لا تليق بالرياضه. احنا طبعا بنحاول لكن احيانا بنخاف في موضوع كده، فاستحملونا بقى في الايه ان احنا نحافظ على الاهلي من خلال تاريخه. يا جماعه الناس شايفه الاهلي في حته، والله ما تخافش على الاهلي. صحيح. طيب شفنا ضربه البدايه، لكن هناك كلام كثير في الغربال. فليصمت السفهاء. الحقيقة من السفه ان الناس تفضل تحمل اي حاجه سلبيه للنادي الاهلي. الدوري يتعطل، اصل الدوري اتاجل عشان النادي الاهلي، وتلقى حد مستواه قد كده اخلاقيا يقول لك اه ده النوز بتاع الاتحاد الكوره، ده النوز بتاع الكاف، ده مش عارف ايه الكلام الفارغ الهايف اللي انتوا بتسمعوه، وكانه اتحاد الكوره بيريح الاهلي. فاذا بالاحصائيه العالميه تيجي مدهشه جدا جدا، انه النادي الاهلي السنه دي في 2023 اكتر فريق في العالم لعب ماتشات رسميه، لا في افريقيا ولا في مصر ولا في المنطقه العربيه، في العالم. بصين شايفين الرقم يخض ازاي؟ وبعد كده يتكلموا على الاهلي وارتباط المواسم والكلام اللي انتوا بتسمعوه من الاتهامات المعلبه دايما للاهلي. الاهلي تصدر قائمه انديه العالم في عدد ارتباطاته خلال 2023 بالمباريات اللي خاضها على مدار الموسم 2022 في 7 بطولات مختلفه: الدوري المصري، الكاس القديمه، كاس مصر الجديده، السوبر القديم والسوبر الجديد، كاس العالم للانديه، دوري ابطال افريقيا. على الرغم من انطلاق الدوري المصري متأخر شوية، كان في النص الثاني من أكتوبر، وانطلاق أغلب الدوريات العالمية في بداية أغسطس، يعني شهر كمان. آه. الأهلي لعب يا جماعة حتى الآن 47 مباراة من أصل 64 مباراة يرتبط بها في كل البطولات هذا الموسم. لعب حتى الآن 47 مباراة من أصل 64 يرتبط بها في الموسم ده، باقي له 17 مباراة يبقوا 16 كده، لانه اتلعبت ذهاب. اه ذهاب النهائي يعني دوري الابطال اتلعب، يعني لعب 48 من اصل 64 في 10 مباريات متبقيه في الدوري في 5 جولات. اذا وصل مسيرته ان شاء الله في كاس مصر، يتفوق الاهلي في عدد المباريات الاجمالي اللي خاضها اكثر انديه العالم خوضا للمباريات: ريال مدريد، مانشستر سيتي الانجليزي، مانشستر يونايتد. بلغ مجموع مبارياتها كل واحدة من دول 61 و60 مباراة على التوالي، يعني أعلى حد بعد النادي الأهلي أداء للمباريات في هذا الموسم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد. أندية القمة على العالم. آه 61 و60 وأنت 64 مباراة. وبعد كده تسمع بقى الناس اللي بتتكلم في الرغي والهبد بدون أي أرقام وبدون أي حقائق، وكانه كان المفروض يعني حتى في الدوري هنا اتحاد عشان ايه؟ اتفضل. دي ارتباطات. اه 64 لعبنا منها 48 وباقي 16 مباراه. ايوه. وما تم تاجيله للاهلي في الدوري تم تاجيله بموجب اللائحه. اللائحه قالت، لائحه المسابقات، انه الانديه اللي هتشارك في المشاركات الافريقيه ليها 3 ايام قبل المباريات اللي في الداخل الافريقيه واربعه قبل المباريات الخارجيه. واذا تاهل فريق من دور المجموعات، يعني اذا بلغ دور الثمانيه، ابتداء من دور الثمانيه واللي قبل النهائي والنهائي ما يلعبش مباريات بين الذهاب والاياب، لان الكاف خلاها اسبوع واحد، المده الفاصله بقت اسبوع واحد. اذا ما اعطي للاهلي اعطي لبيراميدز لغايه خروجه، والفيوتشر والزمالك لغايه خروجهم، وتنظموا لوائح ومنصوص عليها في اللائحه. لسه حد هيتكلم برضه اصله الاهلي، لكن زي ما المهندس عدلي قال، الاهلي ماضي في طريقه بيحقق بطولاته وبيسعد جمهوره وبيعلي قيمه السوقيه،
واديكم شايفين المردود المحترم بره عامل ازاي. فخلينا نسمع عن الصغائر الحقيقه شويه. الصديق ماجد نوار في الجمهوريه قال لك الاهلي دخل موسوعه الارقام القياسيه، والاهلي فرض نفسه بقوه على الرياضه العالميه وليس كره القدم فقط. اصبح لمصر السبق ان يكون لديها نادي يمتلك اربع انديه تحمل اسمه هو الاهلي بطل القرن. والحقيقه دي يا جماعه مساله شديده الاهميه كمان، لانه اللي تابع هذا الحفل الكبير لاحتفال الاهلي بفرع التجمع شاف الالتصاق والاقتران في اداء الاهلي يا باشمهندس للدور الوطني الانمائي والاعماري. ايوه استاذ ابراهيم، انت بتنمي الاحياء اللي بتروح لها. وجود الاهلي وانتشاره هو تنميه للمجتمع وتنميه للحركه العمرانيه وتنميه في قيمه الاراضي وتنميه للخدمات التي تقدم. انا بقول لك يتصارع الشركات هناك في الارتباط بالاهلي وتسويقه مع الباقات التسويقيه المعماريه بتاعته، وكل واحد يقول لك يا ريت الاهلي يجي في الحته الفلانيه، يا ريت الاهلي يجي في الحته الفلانيه. مساله انت بتوجد رئه صحيه لعائلات وشباب، يعني حجم الاضافه اللي بتعملها في حياتهم من الناحيه الانسانيه والتربويه والقيميه عالي جدا. اذا ما تبقاش دي رساله وطنيه. الاهلي زرع الحياه بالمعنى الحرفي، وده التعبير الحقيقي اللي استخدمه الكاتب الصحفي الموسوعي الاستاذ حامد عز الدين، كان في ضيافه الاستاذ احمد موسى، هنشوفه وهو يتحدث عن دور الاهلي في عمليه الانماء والتعمير. كان في مدينه نصر في الحته دي 175 ما فيش انت كلمه صحراء كلمه صحراء صحراء حاجه ملهاش ملامح. فالناس بس مجرد ما شافوا يافطه مكتوب عليها ارض الاهلي ارض النادي الاهلي ارتفع السعر، بس ارتفع ارتفع ارتفع. اليوم اعتقد انه المتر السكني هناك يكاد يصل الى 60,000 او حاجه. صحيح. المنطقه دي بقى فيها ايه؟ بقت فيها حياه. فزرعنا الحياه. هذا هو المعنى للتنميه الاقتصاديه الحقيقيه. يعني يا استاذ حامد بفصاحته وذكائه بيؤكد على هذا المعنى. هو دور تنموي طبعا طبعا، وانا قلت لك الارض بيحصل لها ايه والجيران بيحصل لهم ايه. يا استاذ ابراهيم انا اتلقى يوميا العديد من الاتصالات ومن شخصيات ما كنتش متوقع اهتمامها انها تبقى اعضاء في انديه. شخصيات بتقود شركات وبتاع بيقول لك ده جه جنبنا يا عدلي ما تشوف لنا. ويروحوا بيعملوا العضويه وفي تسابق خلال الشهر اللي فات ده لما حسوا ان الموضوع جد وان خلاص بقى في نادي، يعني تنزل الصبح تروح. وشافوك بتقدم ملك وكتابه من امام البحيره. اي البحيره طبعا. لا اليوم كان جميل والمردود كان رائع وانت كنت منور. ده نورك يا باشمهندس. والحقيقه يعني هو احنا مش بختنا حلو انا وانت ان طبعا التاريخ دايما حتى الان يتحقق. صحيح. ودايما احنا بنجد لنفسنا ركن كده ونزاحم ونبقى موجودين. حامد عز الدين بيقول لي عشان اوصل للاهلي في التجمع سالت في حد قال له امشي مع المونوريل. فقال انا اكثر ما اسعدني ان الاقي المونوريل واصل لهناك لقدام النادي، فكانه الاهلي فعلا مرتبط مع مشروعات الدوله وتعميرها الارتباط الوثيق في شريان واحد. هنشوف كمان الاستاذ حامد عز الدين مع الاستاذ احمد موسى قال ايه كمان. وانت بتقول الاهلي راح يبني في القاهره الجديده، فبس عايز ايه اوصل ببعض من التفاصيل. انه الاهلي اما طلع على مدينه ناصر فاصبحت هي مدينه ناصر اللي الناس شايفاها دلوقتي، وده حصل منذ 32 سنه. كل شيء فيها بقى مختلف. راح على الشيخ زايد، اكبر مساحه لاحد مقرات الاهلي هي الموجوده في الشيخ زايد، لانها 82 فدان. 82 فدان اشتراها وبناها بالفعل
وده حصل كان في مجلس الكابتن حسن حمدي اللي كان موجود فيه الكابتن خطيب. الكابتن خطيب ايضا كان موجود في مدينه نصر. واصبح المكان هناك شيء فوق الرائع. 82 ووافقت الدوله مشكوره بتعليمات خاصه انه النادي الاهلي هيبني على 100 فدان الاستاد الاهلي الكبير اللي تقريبا كل تصميماته جاهزه، وهيبقى بيطل من الناحيه الاخرى على طريق مصر اسكندريه الصحراوي 100 فدان. ووفق للاهلي على الارتفاع الى 30 متر فوق الارض، لانه كان في المنطقه دي كان 8 متر او 6 متر. يعني عندما عرفت المشكله فاتحلت، وان شاء الله يكون استاد الاهلي. ثم كانت بعدها القاهره الجديده، وبعدها ان شاء الله اللي جاي، وبعديها اللي جاي، لانه ده دور الانديه الوطنيه. ده دور الانديه الوطنيه. الاهلي مش بس بيبني مع يعني اماكن، انت بتبني بشر. الاهلي مساهمه الاهلي في كل فرق ومنتخبات اللعبات مصر. في مصر كل الالعاب بصفه عامه. اهم واحده في منتخب السله اللي مشرفنا الان في بطوله العالم بنت من بنات الاهلي. التنس طاوله هنا جوده المعجزه الاهلاويه المصريه بتحقق ما لم يحققه احد وهي عندها 15 سنه فتكسب بطوله افريقيا للكبار. كل اللعبات في السباحه في الهاندبول في كله، النادي الاهلي ده دوره اللي بيعمله وهو سعيد. عشان كده اما الاهلي بيطلب بيستجاب، لانه الاهلي صاحب صاحب التوكيل الحصري للفرحه للمصريين، لانهم وطنيين، ولان وطني يعني اهلي. يعني الاستاذ حامد طبعا بيتكلم على الفروع، وهنا قيمه النادي الاهلي. لما بنقول تواصل الاجيال، احنا مش بنرغي الفريق مرتجي يجي في السبعينات يفكر الرقعه بقت ضيقه جدا، بنشتغل في 20 فدان والعائلات عماله تتنامى. جات له فرصه مع شركه مصر الجديده للتعمير بتبيع ارض في مدينه نصر، فالاستاذ كمال حافظ وهو وبتاع فكروا ما ناخد الارض دي، وخدوا حوالي 50 فدان بقت مدينه نصر اللي بنى مجلس الكابتن الوحش، مش كده؟ انا هقول لك، انا بذكر هذا عشان تشوف ازاي التواصل. فالفريق مرتجي راح واستلم الارض، قعد سنتين ثلاثه بقى رايح وجاي في العمارات اللي بتبني حواليهم يرموا الراتش في الارض. فراح تواصل مع الفريق ابو غزاله قال له المشير ابو غزاله اتفقوا ان الهيئه الهندسيه هترفع، واتكلفت مبلغ كويس معقول، بس قال له تتصور فورا لان انا هشيل لك المكاتب هننضفها ترجع تاني، هترجع تاني بعد شهر ما دام مفيش صور. فبدا الكابتن الوحش لما جه 88 اما جه كابتن صالح، وبعدين كابتن صح، اتعمل الصور الاول، وبعدين الكابتن الوحش من خلال الاداره الهندسيه عملوا التصور، بتاع النادي وبعدين وقفنا، خدوا مقدمات، لكن ما حصلش شغل ولا تراخيص ولا حاجه. لما جه المجلس الانتقالي تذكر 92 فبراير 92 وكنت انا مع الكابتن صالح في الفتره دي، الكابتن صالح اتفقنا ان نلحق بسرعه. كان الوزير حسب الله الكفراوي وزير الاسكان، مش صلاح حسب الله، صلاح حسب الله، نعم. فطلبناه يعني يزور النادي، وبعدين رحنا عاملين مجلس اداره واجتمعنا معاه وقلنا له احنا عايزين نبني النادي
وعايزين نبتدي فورا بقى، وعندنا الرسومات جاهزه بس محتاجين اجراءات التراخيص والتسعير والكلام ده، وهتاخد وقت. واحنا خدنا كان 1750 بتاخد 750 وتقسط ال 1000 العضويه. وعايزين نفعل الكلام ده ونشتغل. ف عمل امر اسناد للمقاولين العرب وقالوا اقعدوا مع بعض واتفقوا بس اشتغلوا. فبقينا شغالين واحنا بنسعر واحنا بنعمل، والتراخيص جت، استطعنا في وقت قياسي ان النادي يتفتح في خلال 3 سنين. بقى عندك نادي مدينه نصر المتر من 300 جنيه وصل 30,000 جنيه. ان لقيت متر ب 100 ولا 150,000 جنيه دلوقتي تبقى محظوظ تنميه. وبعدين النادي الاهلي بقى يرتبط بمتطلبات الدوله، ايه الزحمه وبتاع نعمل لك جراج جوه. يتعمل جراج عشان يمشي مع مسارات التجديد والتطوير والكباري والشغل اللي الرائع اللي الدوله عملته. فتحس مدينه نصر كانت مخنوقه دي عشان توصل شارع العقاد ولا مكرم عبيد ولا، فكانت تاخد لك ساعتين. النهارده هو طياره. ما هو تشعر ان الاهلي بيتطور مع الجمهور الجديده في المنطقه دي. جه كابتن صالح تاني الشيخ زايد، كابتن حسن ابتدى مجلس الكابتن حسن بعديه راح ابتدى ينفذ البنيه الاساسيه والتراخيص وبتاع. لا ده الكابتن حسن حاجتين يعني، الاول الارض في غير المكان وحصل لا تقريبا لا الارض في غير المكان مع الكابتن صالح، والخناقه اللي كانت مع وزير اسكان والكابتن لما زعل ويعني وعمل مقاله مع حضرتك ازاي تنتزع الارض اللي هي كانت قدام في قلب 6 اكتوبر. فالراجل جه في افتتاح الصرح العجيب بتاع مجمع السباحه اللي ملوش نظير على مستوى العالم. قال له كابتن صالح قبليها الصبح جالنا جواب سيتم تخصيص 135 فدان في مكان متميز جدا، لان الدخول والخروج في المنطقه دي هيبقى صعب تواجد نادي فيه، بعد ما كنا صورنا وحطينا حجر الاساس وكل حاجه في المكان القديم. ورحنا في المقر الحالي بقى اللي جزء منه هيبقى استاد وتلته استاد وتلتينه كل الاراضي دي ملك النادي، كل مدينه نصر والشيخ زايد والشيخ زايد والتجمع. ما انا جاي لك بس ايه فرع عشان انا عايز اقول لك يعني ازاي نكمل بعض. ايوه. فالكابتن حسن جه وابتدى الفكر وتعمل التراخيص وتعمل البنى وقالوا الجزء بتاع الاستاد اجله شويه. جه المهندس محمود طاهر كمل البنى وعمل الافتتاح. ايوه. وفكر ياخد في التجمع وخد الارض ولم يسعفه الوقت طبعا في التنفيذ. لما جه الكابتن الخطيب شعر ان الارض في مكان محاجر وارض لا الارض محفوره اتجرفت. ما انت لما بتسيب الارض ما بتشتغلش فيها فورا بتبقى مطمع، مره يرموا لك مخلفات بناء ومره جرفوها خدوا منها الرمل. فراح طلب انه تبديل الارض، فراح وزاره السكن راحت محركه له المشروع بس في نفس المنطقه. ايوه. ال 50 فدان راحت منطقه وبدا تانية. فورا في التنفيذ. الافتتاح اللي تم نتيجه تواصل مجالس ادارات، فعندك مدينه نصر الشيخ تجمع كل مجالس الادارات اشتغلت النهارده تمتلك ارضها. شوف انت الاضافه اللي اضفتها عامله ازاي، مش بس في ضخ اعضاء وتنميه مجتمعات، ده انت كمان الاصول اللي عندك اتعظمت بقت عامله ازاي. الاستاد اذا تم تنفيذه، واعلم ان في مجهود جامد جدا جدا بيتعمل من مجلس الاداره بالتنسيق مع الاهلي المنشآت والمهندس النابه ايمن اسماعيل، واحد من كبار رجال التطوير العقاري في مصر، واصلين لمراحل متقدمه. نتمنى يا رب الواحد يشوف يعني بدء هذا العمل. بس انت الاستاد هيبقى قريب منك، هتروح الماتشات كده؟
انا هحضرها في البيت في البلكونه هتلاقيني اتدلدل زي ال طيب يعني الحقيقه وده بيشجع ده اللي عايز اقوله بقى. ايوه انا مره رحت اسكندريه فالدكتور طارق رئيس مجلس محلي قال لي تعالى جه على فكره جه الافتتاح ده هلا وما تعرف ايوه دكتور طارق القيعي يعني جاي من اسكندريه مخصوص الدكتور طارق القيعي عشان يحضر اللحظه التاريخيه. انا كنت يعني الدكتور طارق كان مستشار الدكتور عادل لبيب المحافظ الوزير عادل لبيب المحافظ قال لي تعالى معايا فروحنا وتطرق الحديث طب تجربه الاهلي الاستثماريه هو عادل بيه لبيب يعني بيسالني والاتحاد السكندري قلت له بص حضرتك دلوقتي كل العواصم لازم يبقى لها امتداد على اطرافها. الموقع بتاع الاتحاد السكندري اللي على الترماي ده اصبح لا يمكن يستوعب لا نشاطه ولا تطوره. ان ما حصلش على موقع جديد ويعمل نادي جديد ويبتدي يضخ اعضاء واموال دي هتساعده جامد جدا يتحرك. وانا بقول ان كل الانديه الشعبيه في محافظاتها يجب ان يحدث معها مثل هذا الامر. انا سامع النادي المصري ابتدى برضه بقى له استاده الخاص وقريب يعني في شغل كده. واصبح كمان الدوله بتفكر ازاي دلوقتي يا استاذ ابراهيم؟ بتدي على الظهير الصحراوي امتداد للمحافظات. محافظه جديده. اعمل النوادي في الامتداد للمحافظات دي. في الامتداد في الظهير ده. عشان كده الكابتن الخطيب قال ان انا بحلم انه الاهلي يطلع لكل المحافظات. طبعا لا كده تبقى عندك رساله ودور في كل محافظه. انت ما من مره رحت مثلا محافظه زي المنصوره الا لما الناس منصوره والشرقيه دهليه والشرقيه واسيوط والصعيد كله الحقيقه. وانا اتمنى ان كل الانديه الجماهيريه حتى الاقصر يا جماعه لانه الناس برضو اكتر من حد سالني هو فرع الاقصر لانه ضمن باقه اقتصاديه للنادي الاهلي تعاقديه. يمكن الناس بتتكلم هو الاهلي ما بيقولش ان ده فرعه لا هو فرعه هو اسمه طبعا اسم الاهلي واخد اسمه وفقا للتعاقد مع الشركه وادارته اللي افتتحته بالتنسيق مع النادي مع النادي فنيا واداريا وسوف يستمر باذن الله ان شاء الله. ده كلام مهم جدا. يعني هذا المشروع الكبير في افتتاح فرع التجمع لفت نظر او اهتم بيه كتير من برامج التوك شو ومقدميها. الزميل الاستاذ تامر امين تحدث عن هذا الحفل في افتتاح الاهلي فرع التجمع نسمعه. من كل قلبي بهني مش مجلس اداره النادي الاهلي، لا بهني جماهير النادي الاهلي وبهني اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على هذا الانجاز الضخم. ايه هو الانجاز الضخم؟ هو هذا الفرع. بس تهنئتي مش بس بمجرد افتتاح فرع، رغم ان انا عارف ان هذا الفرع هيكون هو احدث واكبر واكثر الفروع تجهيزا وفخامه من كل الفروع الاخرى، وده الطبيعي لانه ده الحديث والجديد واللي خد شغل وخد تحضير ومعمول وفقا لاحدث الامكانيات التكنولوجيه والبنيه التحتيه كمان. بس هو الحقيقه انا عايز اهني جمهور الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه للاهلي وكل المنتمين والمنتسبين والعاشقين للقلعة الحمراء على المؤسسة اللي اسمها الأهلي. القصة مش قصة فرع، والقصة مش قصة نادي جديد وملاعب وترابيزات ومبنى اجتماعي وكافيتريات ياما أندية عندها الكلام ده، ياما مراكز شباب وأندية كتير عندها مباني اجتماعية وعندها ملاعب وعندها خدمات وكافيتريات وحمامات وكذا، بس ما عندهاش المؤسسة الكيان الفكر والرؤية والتخطيط والعمل الدؤوب المدروس اللي كله بيدوب لصالح الكيان مش لصالح أشخاص. هو ده ببساطة النادي الأهلي، وهو ده العمل المؤسسي اللي مخلي الأهلي يحير الناس. يعني الناس تحتاج تقول لك هو الأهلي ما بيقعش ليه؟ معقولة في فرقة بتكسب كده على طول؟ في نادي انجازات ورا انجازات طول الوقت، في نادي طول الوقت افراح في افراح، في نادي طول الوقت الناس كلها بصاله وبتحسد عليه وبتضربه عين وما بيقعش. لان كل الكلام ده بيعمله الناس الفاشلين اللي مش عارفين ينجحوا، فبدل ما بيسعوا للنجاح
بيحاولوا بس يوقعوا الناجح. والناجح طول ما هو ما بيلتفتش للفاشلين، وطول ما هو باصص قدامه وواخد باسباب تقدمه واسباب بقائه واسباب ريادته، عمره ما هيقع. ممكن تحصل له هزات، لانه ما فيش حصان من غير كبوه، فيش جواد بلا كبوه، وما فيش شخص بلا خطا، وما فيش مسيره بلا اخطاء. بس دايما السيستم يصحح الاخطاء، والعمل المؤسسي يقيل من العثرات والكبوات بسرعه، ويخلي الضربه اللي ما تموتكش تقويك وترجعك اكثر قوه وصلابه. هو ده العمل المؤسسي المتفاني اللي كل حد بيخدم النادي الاهلي وبيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيعمله، وبينسى اسمه وبينسى مصلحته في مقابل الكيان الكبير اللي اسمه الاهلي. مليون مبروك للخطيب ومجلس الاداره، مليون مبروك لكل اعضاء الجمعيه العموميه، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. إذن المؤسسيه والعمل المؤسسي والتمسك بالثوابت، وان الكل يتفانى وينسى نفسه في سبيل النادي الاهلي، ها، هو سر نجاح الاهلي وتطوره وانفراده وريادته. وده يقودني تاني وتالت ورابع: حبوا الاهلي كما وجدتموه، وتوارثوا ثوابته وتقاليده وقيمه. ده كان امر مهم جدا يا جماعه في الاطلاله على هذا الانجاز الكبير اللي الاهلي بيعزز بيه دوره الوطني، واللي بيترجم بيه على ارض الواقع كيف يكون الاسهام الفاعل في مشروعات الدوله، كيف يكون التفاعل الحقيقي مع منجزات الوطن، وكيف يكون هذا الدور الحيوي والمهم في الاعمار والتنميه والانماء في المناطق الجديده. زي ما الاستاذ حامد عز الدين قال، وزي ما الاستاذ تامر امين قال، هو ده الدور الوطني بجد. وانت يا استاذ ابراهيم لما الدوله تشوفك بتبقى صادق في تنفيذ وعودك وعلى ارض الواقع انت بتنجز، ايوه، بتاخد كل الفلوس الرعايه، مش بتقعد تصرفها على نشاط واحد، انما في عداله في انك تمشي في الانشاءات وتمشي في الرياضه وتمشي في كل حاجه. فالنهارده لما تيجي فرصة انك تعمل نادي الاهلي في العالمين، انت متخيل النادي الاهلي لو اتعمل في العالمين التنمية اللي هتحصل هناك عاملة ازاي كمان؟ في ظل التوجه والطفرة العمرانية المرعبة على احدث ما يكون في تحديث هذه المنطقة، وكأنها يعني هتبقى منافس قوي في الساحل الشمالي للمدن الساحلية الكبرى. إذا النادي الأهلي مطلوب منه أنه يجري ويوصل هنا ويوصل هنا ويوصل هنا. بس العمل المؤسسي هو ده اللي بيخلي استمرارية الأهلي مضمونة، ويخليك تقول ما تخافش على الأهلي. ده اللي تامر أمين أكد عليه، هو ده العمل المؤسسي يا جماعة اللي هناخد فيه وقت كتير وإحنا بنشرحه للناس. يعني إيه عمل مؤسسي في النادي الأهلي؟ يعني إيه مجلس إدارة يقود بجهاز تنفيذي اربع انديه في وقت واحد؟ يعني مش على مزاجه، مؤسسه بالظبط، موروث تراث بيحافظ عليه وبيشتغل، وليها لائحه وليها نظام وليها قانون محدش بيخرج عنه، او محدش عنده مساحه كبيره للخروج عنه. ده كان كلام مهم جدا عن مشروع ايضا كان شديد الاهميه، لكن يبقى كلام كثير بعظمه لسانه. هدف يستفز المارد. كون ان المباراه تنتهي يا جماعه 2-1، ناس كتيره شافت انه الهدف اللي اتسجل ده استفزاز للمارد الحقيقي. عشان كده الكابتن محمود الخطيب النهارده كان حريص على انه يكون موجود مع الفريق في التمرين، اتكلم مع اللعيبه، اتكلم مع الجهاز، اطمن على اديكم شايفين كابتن خطيب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ و الجهاز الفني واللعيبه. اعتقد كانت مساله مهمه يا باشمهندس. يعني هو عادي يقول يا جماعه اعملوا اللي عليكم، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. وعلى فكره يكاد يكون يعني كلنا وصلنا لنفس الكلام، ان اعتبروها بطوله من مباراه، وباذن الله ربنا وفقنا، والراجل بياخد بالاسباب، هو موجود ودعم للفريق،
والباقي على اللعيبه وتكاتفها وكلامها مع بعضها وتركيزها على الهدف، وننسى نتكلم في اي حاجه تانيه. ولا تحكيم ولا تحيزات ولا خوف من مش عارف من ايه. دعنا فعلا الاهلي يعمل كان الجميع لن يساعده او هيبقى متحامل عليه، ولكنه بقوته يقدر يعدي. باذن الله. الحقيقه حتى يعني احنا بس ده الكابتن مع مستر مارسيل كولر، واديكم شايفين كولر حتى بعد المباراه قال ان انا سعيد بالفوز وسعيد باداء لاعبتي وسعيد بالمباراه الكبيره، وانا عندي ثقه كبيره في لعيبتي. يا استاذ ابراهيم صنفت المباراه دي اجمل نهائي، اجمل مباراه في اي نهائي شافوه. ايوه. لكن الحقيقه على 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 ذكر برضو مارسيل كولر، لانه كولر هنشوف بقى الكابتن خطيب مع اللعيبه. ده تمرينه النهارده، بكره الفريق هيريح وبعد كده يتمرن الاربع والخميس ويسافر الخميس ان شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس سمير عدلي هيسافروا يوم الاربع علشان يجهزوا للبعثه قبل وصولها الخميس بعد التمرين اللي هيكون هنا. طيب بقول لك يا باشمهندس، على انت بتتكلم على كولر، والراجل كان اكتر حاجه ركز عليها في المؤتمر انه سعيد باداء الفرقه وفوزها وزعلان جدا من مستوى التحكيم. على فكره مش كولر بس، لفت نظر تويته لصحفي نيجيري في البي بي سي، ده مش مصري، ده راجل شغال في البي بي سي، وساسو اوبيوان، كتب الحقيقه تويته على تويتر هتشوفوها دلوقتي. Tell me how this was not straight red card. قول لي فهمني ازاي دي مش طرد. مش طرد على الكارت اللي ما خدهوش في ديت. وقال بالظبط النادي الاهلي تعرض لظلم حقيقي، وانه ازاي الحكم الليبي بافيري every right to be aggrieved مظلوم حقيقي. وبيقول ان انا يعني ازاي الحكم الليبي معتز ابراهيم عداها، وازاي غرفه الفار روم برضو عدتها. هي دي هي يعني دي. هي بصوا دي. يا جماعه ده اخر لاعب، اخر مدافع. تسمع بقى شويه بعض المحللين عندنا يقول لك اصله كمان بيرسي تاو ما كانش وشه للمرمى. قال يعني لو الكره دي يعني قال الكره دي لو سابها مش هيفضل واقف كده. عطيه الله ده لعيب دولي. لا هما انا اقول لك ايه اللخبطه جت ازاي. هما تصوروا لو الكره دي عدت بيرسي تاو هيجري بظهره او مش هيصدق. لهم حق او مش هيصدق مش لكن انا بقول لكم ليه هو هدف استفز المارد. الاستاذ عمرو اديب جاب من السعوديه الزميل الناقد الرياضي والصحفي السعودي احمد الشمراني، وعايز يساله ايه اللي بيتقال عندكم ان انتوا بعد ما جبتوا رونالدو جاي ميسي وجاي كريم بنزيما وجاي مين تاني؟ فلا احمد الشمراني بيكلمه في حاجه تانيه خالص نشوفها. في حاله عالميه، في حاله كبيره على اسماء تاريخيه هتبقى موجوده في الموسم القادم في المملكه العربيه السعوديه. بعد كريستيانو رونالدو عدد من الأسماء الأسطورية مرشحة بقوة في الأيام القادمة إنها توقع على الانضمام لنوادي سعودية. بنتكلم على كريم بنزيما، بنتكلم على ميسي، بنتكلم على راموس، بنتكلم على مودريتش. كل الأسماء ديت مرشحة إنها تبقى موجودة في الدوري السعودي العام القادم، وخصوصا ان رونالدو اعلن ان هو باقي مع النصر العام القادم. ايه اللي هيحصل؟ ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ من جده الزميل احمد الشمراني الناقد الرياضي، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، حياك الله استاذ عمرو، التحيه لك والمشاهدين الكرام. ولا شك ان عشنا حاله جميله قبل ان يسجل الوداد الهدف، لكن في النهايه هذا الاهلي ان شاء الله، لا خوف عليه حتى ولو ان
ما شاء الله احبطتنا بعباراتك اللي ما ادري هي من القلب ولا هي توصيه ولا هي تشبه. قلبي يقطر دما. انت عارف محبتي للاهلي تفوق اي محبه. ايه الحكايه؟ حتى اطمئنك بالنسبه للاهلي المصري من الافضل له ان يروح تحت الضغط من لو 2-0 اعتقد انها اصعب من 2-1 على اعتبار انه بيذهب هناك وبيلعب بس، لكن الان ذاهب ويعرف تماما وجهه نظر محترفه برضو الا ان يسجل. وجهه نظر محترفه برضو كويس، احترمها جدا. نرجع للمملكه. يعني هو عايز يقول من الصعوبات تتولد الانتصارات مع نادي زي النادي الاهلي. خلاص احنا اخر مره هنتكلم في الموضوع ده، وارجو طيب بعد ما تخلص الحلقه اراء الاهلاويه هتبقى منطقيه ومعروفه. اراء عدد من الاخوه المدربين الزملكاويه المنصفين المحترمين مهم ان احنا نتوقف عنها. كابتن محمد صلاح نجم ومدرب الزمالك السابق نسمعه. بس عايز اطمنك بس ده 2-1 مش صعب، بالعكس. ليه؟ ممكن تديك قوه وروح للمحافظه على المباراه الثانيه. بمعنى يعني مثلا بمعنى احنا كمصريين فينا عيوب، لما تكسب 2-3-4 يحصل فيه ارتخاء او يعني استرخاء خلاص التكسير تروح هناك ممكن تخسر. لكن 2-1 دي هتجبرك انت تلعب بروحين. ودي موجوده في المصريين. يعني اللي عند او الروح الرياضيه او الرغبه اللي انا عايز اكسب او انا عايز ارجع بالكاس دي موجوده عند المصريين بس. او بنسبه عاليه جدا عند المصريين. تمام. العكس هيحصل، الوداد هيبقى عنده جواه ان انا ممكن اجيب جون واكسب واخد البطوله. صح. مش هيحصل. مش هيحصل. باذن الله مش هيحصل. ليه؟ رد الفعل والفعل هيبقى عند الاهلي. ان انا جاي من هنا هيبقى عنده الرغبه في ان انا ارجع بحاجه. الرغبه دي اقوى من الوداد. تمام. فانا دي مش قلقان منها كنتيجه. النادي الاهلي ممكن يتعامل مع النتيجه دي بناحيه ايجابيه، ويمكن انا قلت لك ممكن الاهلي يتعادل 1-1 ويرجع. قبل ما نطلع هو قلت لي كده. تمام. لان انا بس عايز اقول ان الفرقه دي بتاعت النهارده قادره ان هي ترجع منصور بنتيجه ايجابيه. طيب نفس المعنى اللي قاله الشمراني اكد عليه الكابتن محمد صلاح بخبرته كمدرب، قال لك يعني ان احيانا الفوز المريح بيبقى خطر على اللاعب المصري، لكن كل المطلوب منك زي ما قلت لك يا ريت نتعامل مع المباراه القادمه انها مباراه من 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 بطوله من مباراه واحده وننسى النتيجه هنا ونروح نتعامل معاها، بس مش عايزين حد يشغلنا. لان انا ليه اتضايقت النهارده؟ ابتديت بالمقدمه اللي هي فيها غضبه شويه على محاوله الوقيعه بيننا وبين الاشقاء، لان تذكرت ماتش الترجي واحنا كسبانين 3-1 لما استطاعوا ان يستدرجونا نروح مهزومين من هنا بتصدير المشاكل بالاكاذيب بالخطابات المفبركه عن التحكيم بالكلام اللي راح للاتحاد الدولي وايقاف ازاره والاتحاد الافريقي، كانت عمليه كلها لاغتيال المعنوي قبل السفر. لازم نتعلم من كل الحاجات دي ان احنا المره دي مصيرنا في ايدنا رغم كل شيء، وما نديش ودننا لحد ونبص كده زي يعني نستغمى كده نبص على الهدف، رايحين نلعب بطوله من مباراه واحده، محدش هيشتتنا ولا يخلينا نعيش اجواء ملهاش علاقه بكره القدم. على ذكر المباراه اللي اتلعبت يا جماعه، واحده من اهم مشكلاتها كانت بالنسبه للنادي الاهلي التصوير التلفزيوني. لان حتى الحقوق القانونيه للاهلي في المباراه من العاب ملتبسه نتيجه سوء التصوير كان محل انتقاد الجميع. ما ادكش فرصه توثقها. ومش عارف ده ليه. يعني ام من ضعف ام من عمد؟ عمد. هي دي المصيبه. لانه مش معقوله، انا سالت مين مخرج المباراه؟ قالوا لي اسامه الهواري. الناس كانت بتقول هاني عبد الودود.
مسؤولين في التلفزيون اكدوا انه مش هشام عبد الودود، قالوا لي لا اسامه الهواري ايا كان هو مين. ده مستوى قليل قوي 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 في حق مصر في مباراه فاينل الناس كلها بتتفرج عليها. ناهيكم بقى عن العمديه في حته عدم اظهار العاب معينه تحفظ حق النادي الاهلي، فيكون راي كل تصرفات اخرى تسيل النادي الاهلي. يا جماعه يعني محتاجين نحلف تاني ان النادي الاهلي مصري وبيمثل مصر وبيلعب فاينل في ملعبه وقدام جماهيره وانه ما يستحقش هذا المستوى في الاخراج التلفزيوني اللي يضيع له حقه، ويبقى كل الساده الخبراء التحكيم ما في لقطه امبارح علقوا عليها الا لو كانت زاويه التصوير احسن، لو كانت في صوره احسن من كده. هل ده امر مقبول؟ ما احنا عندنا مخرجين اكفاء وعندنا امكانات وعندنا قدرات وعندنا تاريخ وعندنا رياده وعندنا سمعه كبيره جدا، ليه ده بيحصل مع الاهلي بهذا الشكل؟ دي شكوى كانت للناس كلها، راجعوا كل استوديوهات التحليل التحكيم اللي حصلت، مفيش صوره توحد الله، مفيش صوره تظهر حق، ليه ده؟ يعني اذا كان عن ضعف فدي مصيبه، وان كان عن عمد فالمصيبه اعظم، وبين الاثنين ضاع الحق للاسف، لكن بقي التقدير حتى عند الجانب المنصف من نجوم وابناء نادي الزمالك. شفنا الكابتن محمد صلاح، هنشوف البرنس الكابتن اشرف قاسم اللي بنتمنى له دايما الشفاء والعافيه. انا مش عاجبني الشكل الجمهور بعد المباراه واحساسهم ان المباراه خلاص احنا كده ممكن خرجنا من البطوله هنخسر هناك. لا لا مش كده مش صح، وليها اسبابها. يعني اسبابها لما نيجي بقى نتكلم على الاداء النهارده، اداء النادي الاهلي النهارده ادى بشكل كويس جدا على مدار ال 90 دقيقه، اصرار وروح عاليه جدا من اول المباراه لنهايتها، حتى بعد ما دخل في النادي الاهلي الهدف، فرص ضايع من لعيبه النادي الاهلي كانت تدي فرصه كبيره جدا، يبقى السكور كان يبقى اعلى من كده، يبقى فيها يعني عدم توفيق. والهدف اللي جه برضو ده طبيعي، لان فرقه الوداد مش فرقه قليله، فرقه كويسه وفرقه قويه وعندها امكانيات كويسه جدا في النواحي الهجوميه والدفاعيه. لكن لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي، لا النادي الاهلي ادى بشكل كويس جدا جدا، خطوطهم كلها قريبه جدا من بعض. الحاجه برضو الملفته للنظر النهارده الثبات اللي كان عليه مصطفى شوبير النهارده، ادى بشكل كويس وادى نوع من الطمانينه في الكرات اللي هو تصدى ليها وكلها، يعني طلع واحده صعبه جدا في الشوط الاول. الشوط الاول ده انفراد، ده جون، ده جون مليون في الميه. لكن هو بص اقول لك على حاجه، هو القلق ده ممكن يكون قلق ايجابي يعني، ولازم يتصدر للاعيبه النادي الاهلي ان ده يكون يبقى فيه ناحيه ايجابيه اكتر ما تكون سلبيه. يتفق الكابتن اشرف مع الكثيرين المنصفين اللي بيستمتعوا بالكوره انها واحده من افضل مباريات النادي الاهلي على مر النهائيات، وانت قلت لي ان دي احسن ماتش لعبه الاهلي السنه دي. ايوه ده اللي يخليني يعني هو انا عايز الاهلي كده، ان يكون ممتعا قويا مقنعا، والناس تقول النتيجه لا تعبر عن قوه الاهلي في هذه المباراه. ولكن هو قال كلمه مهمه جدا، نقلق بس القلق الصحي اللي نستفيد منه مش اللي صدر لنا الاحباط. ده كلام مهم جدا، هو مسك الختام لحلقة أردنا فيها التأكيد على أنه هدف الوداد استفز المارد، وإن شاء الله تعالى الأميرة حمراء. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. صباح الخير.